إلى الخبر بوست، وفيه نقرأ خبر إصابة طفل برصاص راجع في محافظة إب، فيما نجا مواطن من الإصابة بالرصاص الراجع في ظل فوضى أمنية بالمحافظة والتي يسيطر عليها الحوثيون. وقال الموقع إن الطفل العز العديني أصيب برصاص راجع بمدينة جبلة عندما كان يلعب كرة القدم مع أقرانه في أحد ملاعب المدينة، فيما نجا آخر بعد سقوط رصاص راجع أمام مستشفى جبلة. وأوضح الخبر بوست أن محافظة إب سجلت وفاة وإصابة 6 أشخاص برصاص راجع خلال الأسابيع الماضية في ظل تصاعد أعداد الضحايا والناجم عن إطلاق الرصاص في المناسبات في مناسبات الأعراس والصلح القبلي إلى جانب مراسم تشييع القتلى.